رب زلالك شباب وربنا يعني ربي زلالي رب زلالي بشباب وربنا عني وصرت بيهم ليالي اعلمهم تعلموا عني ربيت ولادي بشبابي ربيت ولادي بشبابي ربيت ولادي بشبابي وربنا عني وصرت بيهم ليالي اعلمهم وتعلموا عني ولما نكبر جاي لا عمان محدال عني ولما نكبرت يا الزمن محدال عني ربي تولاني بشبابي وربنا عني دقيت على الابواب قالوا كفايه ده ما فيش حد وناديت على الاحباب قالوا كفايه ومين هيرد الله لا اله الا الله عندكم ايه الكلام الحلو ده يا جدعان اللي عاجبه الكلام ده بيحب النبي يرفع ايده ونسمع سقف عاليه اتحداكم محدش يسقف ليه بقى ليه عايز حد تعلم مني طيب عسل يا عم جمعة وربنا يا عم سامح انت اللي عامل الكربان دقيت على الابواب قالوا كفاية ده مفيش حد ونبيت على الاحباب قالوا كفاية ومين هيرد ده القمر مساف والسمر مساف والفرحة مسافر حتى الحب يساف ده القمر مساف والسمر مساف والفرحة مسافر حتى الحب يساف كل الناس مسافر ويا قريبة مين كل الناس في غربة وده مين هيسأل عنك واحنا قريبين وهم قريبين واحنا قريبين وهم قريبين لكن من سنين كلنا مسافرين كلنا مسافرين كلنا مسافرين والنبي اللي يحب النبي بقى سقفه معانا كده على الطبل بس سقفه معانا كده وعلى الطبل بس يا عبد الودود يا رابس على الحدود ومحافظ على النظام كيفك يا واد صحيح عسى الله تكون مليح النبي اللي ابوه راجل من دار راجل يقوم واقف لحظه معانا النبي اللي ابوه راجل من دار راجل يقوم واقف لحظه معانا ويرفع ايده لفوق ويسقف معانا بقى سقفا النبي بقى اوه يا عبد الوادي يا رابس على الحدود
ومحافظ على النصر. كيفك يا واد صحيح عسى الله تكون مليء ورابط للأمان. أمك عاجلة نجومية تحية للمطرية البرنس حمد المطرية أبي يا فرزة أبي أبو المطرية لنقولوا من الدبوك ويمن سخر نجومية حمد المطرية كل الفاتية حال يا ابنك عاد السنان خليك عبد راشد لسعيد الحسن. انا الاوان يا بلدي ما عاد الغنى تتفض الشركة عاصل وانسى حلت الاب. وان كنت وعد ابوك اكتب لي طار اخوك والاهلي بلموك دميعا السلام وهي عبد الودود يا عبد الوهاب. مره قبر شميل قبر شميل والناس اللي جاي على السلامه. مرحبا بكل اخواننا اللي نوروا الدنيا علينا. قبر شميل عبد الله على السلامه. الحضور اللي جايه الناس اللي بتقابلها قبل يا ريس قبل يا ابو عبد الشميل كوك الزمايل عسى الله يزيد السادة فيه في الناس اللي جاية على العرب. تحية للعرب والعرفان. تحية للعرب والناس اللي جاية. حيواناتي عم استكسبة الجديدة. صح يا ريس. عيمر النوبة في العركة تكون حكيمة ومحمد موافي اتعلم المطافي يقول لك جد عزمك ويقول لك العوافي ومن ابن الضرايب والعيلة والعيال هيبلغوك سلامهم. تحية للسادة الحضوري الناس اللي جاي علينا واخد الكل ولاد ابو الفحل ولاد ابو الفحل نورش من سعد كفر جميل الله السلامة. تحية لخبز شخص صامت ولاد ابو الفحل الاحصية ومعلمين تحية للفرح كل شكرا لحضور الناس اللي جاية. شكرا يا جريحي ايه يا عم بكر عليك بقالي ساعتين. مصر على استعداد العالمية الاعلامي محمد عوض ابو عمرو. مصر على استعداد العالمي 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 الاعلامي محمد عوض ابو عمرو.